بجولة على المواعيد، لقاء مفتوح بعنوان الكاتب العربي والقدس بدعوة من اتحاد الكتاب اللبنانيين بمناسبة يوم الكاتب العربي، وتنديدا بإعلان الرئيس ترامب باعتماد القدس عاصمة لإسرائيل اليوم الساعة 5 بعد الظهر بمقر الاتحاد. وبنسمع زهرة المدائن. مدينة الصلاة أصلي لأجلك يا بهية المساكن. مواعيد أصبحت ثابتة كل سنة بتقدمها الفنانة ماجدة الرومي بزمن الميلاد. أمسيتين بتقدمهم بكنيسة الأيقونة العجائبية يوم الجمعة ب 15 والسبت 16 الشهر الساعة 8:30 المساء. بهالفترة من العام بتكتر الاحتفالات الميلادية، إنما هالأمر ما بيلغي الأمسيات الفنية، فب 22 الشهر موعد مع الفنان قادم الساهر بكازينو لبنان. صحرائي ودوب في فمي كالشمس وانعجني بأجزالي. تعالي 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 واسقطي مطرا على عطشي وصحرائي ودوب في فمي كالشمس وانعجني بأجزائي يا حبيبي. قريب من هون عمل مسرح جديد رح تشهده خشبة مسرح المدينة مع الممثلين جوليا قصار، لينا صحاب، ساندي شمعون، والكتابة والإخراج لروي ديب، بيتناول من خلالها مدينة عرفت السلم كاستثناء فقط، معظم سكانها بيروحوا على الحرب وما بيعود منهم إلا قلة. عرضين فقط لهالعمل ب 16 وب 17 كانون الأول. بالعودة إلى الأجواء الميلادية، تعودنا كل سنة محطة ميلادية مع ماتشو خضر بهالفترة من العام. هالمرة من كنيسة مارلياس الأنطارة ب 17 الشهر الساعة 8:30 المساء. للسنة السادسة على التوالي عم نشهد على حدث ميلادي بيجمع الكبار والصغار بكريسماس ان اكشن بالترين ستيشن. قرية ميلادية، نشاطات، لبنانيز ديزاينرز، مأكولات وغيرهم رح يكونوا متواجدين كلهم على مدى 4 أيام من 13 ل 17 الشهر من الساعة 3 بعد الظهر لغاية الساعة 10 المساء. ضمن الأمسيات اللي بينظمها مسرح مترو المدينة موعد مع الفنانة ساندي شمعون بمحطة استعادية للشيخ إمام تحت عنوان ناوي تصلي بكرة الساعة 10. وي وي
سلام لم يا جدع عالناس الجنتل مع يا سلام لم يا جدع عالناس الجنتل مع ده احنا حنتمنجه واصل وحتبقى العيشة جنع التلفزيون حيلون والجمعيات تتكون التلفزيون حيلوت في الجمعيات تتكون العربيات هتموت بدل البنزين بعصا بإطار مشروع قصة منسيين خلف القضبان رح يتم عرض الفيلم المصور لمسرحية جوهر في مهب الريح للمخرجة زينة دكاش بسينما متروبوليس صوفيل. المسرحية كانت مع سجناء أنهوا محكوميتهم والعرض ب 15 شهر الساعة 8:30 المساء. تعبان السجان والساجن أربان وحقوق الإنسان بخبر أخير وبمناسبة عيد الميلاد وبكورال يعتبر الأكبر بتاريخ لبنان 1000 تلميذ وتلميذة رح يغنوا الميلاد مع التنار جابرييل عبد النور يوم السبت المقبل ب 16 الشهر الساعة 8 المساء بمجمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح بزوق مكايل. هيدا إذن كانت جولة سريعة على أقرب المواعيد. جوال منرجع لعندك لحتى نشوف حركة السير. معنا المشغل جوزيف غاوي على الخط من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، معه بنعرف أكثر عن أحوال الطرقات. صباح الخير جوزيف. صباح الخير. كيفك؟ قبل ما نعرف عن أحوال الطرقات بعتقد عجقة اليوم الاثنين، خلينا نبلش إذا في أي إجراءات عم تتخذ حالياً لأنه الساعة 11 رح بيكون في مظاهرة بالضاحية، في أي إجراءات على الطرقات؟ حتى الساعة بعد ما أفدنا بشيء رسمي، بس أكيد في إجراءات، بس بعد ما أفدنا بشيء رسمي وين وكيف يعني بس. نعم. بالنسبة لحركة السير، حركة السير كثيفة من المدخل الجنوب اليوم من المدينة الرياضية باتجاه الكولا، من الكولا باتجاه الوسط التجاري كمان عم بتكمل عنا حركة سير كثيفة مثل ما مبين قدامنا. نعم. عنا المدخل الشرقي حركة سير ناشطة من اليرزة باتجاه الصياد، كمان على الصياد عم بتكمل معنا حركة سير ناشطة باتجاه قصاد رئيس إمين لحود وصولا للكارنتينا. أوكي. أما على جسر العدلية بتجار أشرفية مثل كل يوم عم تكون حركة سير كثيفة. عنا كمان مستدية العدلية حركة سير كثيفة، وباتجاه المتحف عم تكون حركة سير ناشطة. أما من البربير باتجاه كورنيش المزرعة على المسلكين عم تكون حركة سير كثيفة اليوم. عنا كمان إشارات كورنيش المزرعة عم تكون حركة سير كثيفة. بالنسبة للأشرفية حركة سير ناشطة على الإشارات باتجاه برج الغزال. برج الغزال عم تكون حركة سير طبيعية إلى ناشطة باتجاه راحة الصورة الموت. نحن عنا انتو الصورة واضحة عندكم؟ نعم. ما بقى عندي صورة. اوكي من كفة برج المر عم ترجع تصير حركة سير كثيفة باتجاه الشارع الحمراء. اوكي. خط البحر يعني مريس اليوم كثير منيحة باتجاه الروشة. نعم. بالنسبة للمدخل الشمالي عم تكون حركة سير كثيفة من الدبي مثل كل يوم باتجاه اونترياس وصولا الى نهر الموت. نهر الموت كمان باتجاه الدورة عم تكون كثيفة للكارنتينا. كارنتينا نعم. باتجاه شهر الحلو وصولا للصيفة عم تصير حركة سير ناشطة. هذا بالنسبة لحركة السير اليوم. بالنسبة للحوادث سجلت عنا ب 24 ساعة الماضية سجل 13 حادث نتج عنهم 18 جريح. الحمد لله على السلامة. محاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن قوى أمن الداخلي كمان ب 24 ساعة الماضية سجل 1250 محضر سرعة. نعم كان انخفضت النسبة جمعة الماضي تقريبا مظبوط. أكيد للمتواصل مع غرفة التحكم اتصال على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا للتويتر والفيسبوك. أوكي شكرا لك جوزيف، بكرة أكيد اتصال جديد، يعطيكم العافية. هلأ بريك ونرجع نتابع أخبار الصباح.